مع بداية فصل الخريف وتغير المناخ لابد لنا أن نذكر تأثير ذلك على الجلد والبشرة. الأسباب والعلاج نستوضح أكثر مع ضيفتنا لهذا اليوم دكتورة حلا درويش. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. صباح الورد. أهلا فيك. أهلا فيكم. يعني دكتورة صراحة إحنا شبه يومي عم نحكي عن موضوع فصل الخريف وقدي عامل لنا مشاكل صراحة. بالضبط. بس هم عم يحكوا من ناحية نفسية هيك المزاج. من ناحية نفسية وجسدية وشكلية. وبشرتنا خربت وكل إشي. فبما إنه اليوم عم نحكي تحديدا عن جفاف البشرة خلينا بداية نستوضح شو هو جفاف البشرة. هلا زي ما ذكرنا بداية فصل الخريف أو تغير المناخ بين الصيف والخريف بيلعب دور كبير على جسمنا من ناحية الرطوبة ومن ناحية الجفاف. هلا الجفاف بنقدر نحدده بكلمتين وهو قلة السوائل من الجسم بسبب مصادر معينة. ممكن هاي المصادر تكون بيئية وممكن هاي المصادر تكون صحية. نعم. كمصادر بيئية زي ما ذكرنا ممكن تغير المناخ اللي هو من الجو الدافئ إلى الجو البارد، وبالإضافة لبدء استخدام نقول الأجهزة اللي هي بتساعدنا على الدفء بفصل الشتاء. صحيح. طبعا هاي الأجهزة هي بالشتاء، أما بالصيف أجهزة التكييف أيضا بتساعد يعني كتير، وهي بتلعب عامل كبير من ناحية جفاف البشرة وسقوط الشعر وإلها عوامل نعم سلبية ومؤثرة على الجسم. نعم. جميل. بتعرفي موضوع الشتاء كمان والخريف فعلا بتقل السوائل بالجسم لانه احنا لا نشعر بانه بدنا نشرب مي. بالضبط. فلا ارادي بتقل هاي السوائل. طبعا مشكله الماء هي مشكله كبيره وكثير كثير الاغلب بيواجهها من ناحيه نسيان. يعني طبعاً. هي something essential يعني شيء ضروري ومهم أساس. بس احيانا مع التزاماتنا وحياتنا اليوميه بننسى شرب الماء. بنحب نذكر انه شرب المي شيء كثير كثير مهم مفيد للبشره للشعر للصحه بشكل عام، وهو شيء كثير ضروري. بنحاول ننوه ونذكر على استخدامه انه نحاول نكثر مي قد ما بنقدر سواء بفصل الصيف او بالشتاء. يعني حتى موضوع النسيان هلا حاليا انتشرت الابلكيشنز اللي كل تقريبا ربع ساعه او نص ساعه بتذكرك انه يلا روح تعطي الارم انه يلا بتقدر تشرب مي. بالضبط. ما في عذر. مناطق الجفاف بالجسم بلادي هي المناطق العلويه. هلا بدي بحب أعرف عنها وكيف ممكن نتعامل مع كل منطقة. يس. هلأ بنقدر نحكي أنه أكثر مناطق هي معرضة للجفاف هي أكثر مناطق اللي إحنا مستخدمها. بالنسبة للستات ممكن نقول أكثر ثلاث مناطق ممكن تتعرض للجفاف هي البشرة اللي هو الوجه. نعم. بالإضافة إلى منطقة الرقبة ومنطقة اليدين. أوكي. اللي هو الطبقة العلي. نعم. العلوة من اليد. نعم. هلا بمحكم انه احنا كثير بنستخدم مي سواء بالتغسيل او بالشاور لما ندخل نتحمم. المي الدافئه او اللي كثير ما بدنا نقول الدافئه اللي هي المي اللي كثير سخنه بيكون احنا عندنا زي طبقه دهن نوضحها على الجلد او على جسمنا. فهي المي مع كثر استخدامها وسواء كانت يعني بدرجات عاليه ممكن انه تسبب عندنا من جفاف البشره ونقص السوائل من الجسم. فاكثر مناطق هي عرضه اللي هو الوجه بالاضافه الى اليد بالإضافة إلى الرقبة. في إشي كتير مهم إنه أحياناً في ناس بتدخل للشاور بتحب تستمتع وتطول بالماء الدافئ. صح. أو المي السخنة. صح. طبعاً إحنا بناخدها من ناحية ريلاكسيشن وإنه كتير حلو وكذا. بدنا برضو ننوه إنه هذا الإشي كتير مضر وسلبي بالنسبة للشعر وبالنسبة للبشرة وللوجه لأنه بيسبب لنا نسبة جفاف عالية. وكمان نقطة مهمة إنه ضروري في حال لو طولنا بالشاور أو استخدمنا المي السخنة بدنا نحاول دائماً بالإضافة للماء نعمل على ترطيب البشرة أو الجسم بشكل يعني نقول متكرر وبالأخص بعد استخدام الماء الساخن على الجسم. نعم. يس. طب هلأ حكينا بشكل عام على موضوع أنه جفاف البشرة والمناطق وتحديدا عند النساء. هل برضو أيضا الرجال عندهم نفس المناطق اللي بصير في عندها جفاف ولا هم بشكل مختلف؟ أكيد ممكن أكثر منطقة عند الرجال هي اليدين. أكثر يعني من لكثر استخدامهم. نعم. خصوصا للسموكرز المدخنين نقدر نحكي أنه هذا كمان عامل بيسبب وبيعمل على جفاف منطقة اليدين. بس برضو الرجال عندهم البشرة وعندهم يعني زيهم زي النساء لأنه إحنا نفس المكونات الجسدية ونفس طبيعة الجسم بتشتغل. طب طرق. جميل. العلاج حكينا شرب الماء كتير ضروري وحكينا فكرة الترطيب أيضا كتير ضرورية وأن الواحد يبتعد عن الشاور بالمي الساخنة جدا. يس. طب بعيدا عن هاي الأمور اللي احنا بنقدر نعملها بشكل طبيعي خلينا نحكي بشكل طبي
شو العلاج اللي احنا المفروض نستعمله؟ هلا قبل العلاج بدي بس احكي نقطه صغيره انه احنا مثل ما حكينا انه عندنا عوامل بيئيه زي البشره والحراره واختلاف المناخ، في عندنا العوامل الصحيه. من اكثر الناس اللي بيكونوا معرضين انه يصير عندهم جفاف بالبشره هم الناس اللي بيكون عندهم مثلا اللي هي الغده، مرض الغده بالاضافه الى مرض السكري. هذول الناس معرضين انه يصير عندهم جفاف كثير، فطبعا هم التزاما بادويتهم بيقدروا يحدوا ويخففوا من الموضوع هذا. اما بالنسبه قلنا احنا كنحكي عوامل بيئية ممكن تصيبنا من الجو، الحل كتير بسيط، نزيد من السوائل، يعني كمية ماء جدا تكون ممتازة كبيرة ومنيحة، وما ننسى نشرب ماء، بالإضافة إلى الترطيب. الترطيب ما بهمنا شو هي المنتجات، إحنا بهمنا يكون جسمنا رطب، ما يكون ناشف وجاف، ما نتعرض لمصادر اللي هي السورسز التدفئة أو الصوبة نقول بالشتاء، ولا التكييف بالصيف، لأنه هاي الأمور بدنا نحاول نبتعد عنها. يعني زي ما نقول بالشتاء إذا بردنا نحاول نلبس وندفي حالنا أحسن إلنا ولجسمنا من إنه نقعد ونحط إيدينا عند الدفاي، زي ما كنا وإحنا صغار الأهالي دائما يقولون بعد عن الدفاي أو بعد وجهك صح. أو بعد إيديك، وهو للسبب اللي هو كل الناس بتعرفه اللي هو الجفاف. فإحنا بدنا نحاول نستخدم منتجات ترطيب، نرطب من جسمنا، نستمر ونواظب على هذا الموضوع، وبالأخص بعد مرحلة اللي هي نغسل وجهنا أو الشاور. وبدي أذكركم كمان برضو بنقطة مهمة إنه لما على موضوع الشاور، لأنه هذا الإشي اللي ممكن نقول إنه أكتر شيء ممكن يسبب عنا جفاف اللي هو تكرار الموضوع مرة عن مرة. في عنا موضوع التنشيف بعد الشاور. موضوع التنشيف الأغلب ما بيعرف وهي طريقة التنشيف الصحيحة. هلأ إحنا لما نجيب المنشفة ونحطها على الإيد ونعمل هيك، فإحنا بالضبط إحنا هيك شلنا الطبقة الدهنية أو الطبقة اللي هي حامية أو واقية للجسم. فطريقة التنشيف الصحيحة نقدر نسميها بمصطلح الطبطبة، يعني إحنا نطبطب بهدوء ننشف الجسم دون ما نجرح جسمنا أو نعرضه للضرر. نعم. جميل، حكيتي بس جملة إنه ما بهمنا المنتجات، مفهوم إنه من باب ما بدنا نذكر أسماء تجارية، بس كمان في ناس تقع فريسة المنتجات المش منيحة. خلينا نحكي في مؤشر للشخص ممكن يميز. برضو إحنا دائما بنحكي بالحياة كل شيء له سلبيات وإيجابيات، وأكيد المنتجات في منها الأنواع الكثيرة من القليل للكتير. هلا احنا ما بنحكي للبيشنت او لاي حدا انه انت لازم تحط يعني بادجت معينه او كثير عشان انت تقدر ترطب جسمك. احنا كل شيء عندنا متوفر، في عندنا منتجات منيحه باسعار منيحه وهي صحيح. قابل للشراء من يعني جميع عناصر المجتمع، ودون ما انه تاخذ منهم وقت كثير او انه نقول ماده كثيره. هاي المنتجات هي منيحه. بالنهايه بدنا نعرف برضو التحديد، يعني نشوف برضو انا ما اروح للإشي سوري منك اللي هو فيري تشيب، يعني إشي كثير والله يلا انا بدي ارطب فيه. لا، بهمنا نشوف هذا الموضوع ونعرف شو المكونات لهذا المرطب. ما ننسى هلأ إنه بدنا الأشياء دائما اللي تكون غنية بالفيتامينز بالمينرالز، أوضحها اللي هي الفيتامينات والمعادن. هذا الإشي كتير مهم، ونسبتها بالكريمات أو بهاي المنتجات بتلعب كتير دور كبير. جميل، كمان سمعنا عن إبر النضارة. يس، أحد الحلول لهذا الموضوع، بنحب تحكي لنا أكثر عنها. هيك نعطيكم هنت صغير عن إبر النضارة. إبر النضارة هي بنقدر نحكي إشي ترندي صار جديد، صح. غير عن العلاجات القديمة. العلاجات القديمة كانت عنا اللي هي كتير في منها التقشير الكيميائي الميكانيكي، تنظيفات البشرة. إبر النضارة هي عبارة عن بروسيجر سريع ممكن إحنا نستخدمه، بنحقن فيه المريض أو المريضة على عدة جلسات بحيث تعطينا نتيجة حلوة. إبر النضارة ونلخصها بمفهوم سريع، بتعمل على تفتيح البشرة، بتجدد خلايا الجسم، بتعمل على تفتيح المنطقة الداكنة تحت العيون اللي هي المنطقة السوداء اللي أغلب الناس بيعانوا منها، صحيح. بسبب الإرهاق الشديد والتعب ومن قد ما بنشتغل على اللابتوب وعلى الموبايل، بالإضافة لأنها بتعتمد على حمض الهيالورونيك. طبعا ذكرنا احنا بالحلقه الماضيه عن فيلر انه مكون من مكونات الفيلر، فهذا المكون هو موجود بنسبه 50% او اكثر في ابر النضاره، which is very important. يعني هذا الحمض لازم كل حدا يستخدمه، حتى لو انت ما معك بادجت انه تاخذ ابره نضاره، احنا بنروح على الصيدليه او اي مكان بنشتري من هذا حمض الهيالورونيك بنخليه عندنا بحيث نستخدمه يوميا، لانه بيعمل على ترطيب تجديد خلايا البشره، بخفف عندنا كميه الرينكلز اللي هي الخطوط أو التجاعيد الموجودة بالوجه، بالإضافة لأنه بيعمل عنا على شد الوجه للأعلى. فإحنا إبر النضارة عندها
فوائد كتير كبيرة، بس بناء على شو إحنا كيف بنتعامل مع جسمنا أو بشرتنا. يعني إذا كانت البشرة فيها مشاكل أو نقول مش نظيفة تماما، صعب إنه إحنا نأخذ إبر نضارة وبيجوا بعدين إنه ما لقينا نتيجة أو كذا. لا، إحنا الأساس أو البيسك الصح هو اللي إحنا بنبني عليه وبنعتمد عليه. سو إذا كنا إحنا مهتمين بنرطب بننظف، فنعم إبرة النضارة مكمل جدا أساسي بيساعدنا وبيعمل على تقديم بشرتنا بطريقة كتير كبيرة. طيب دكتورة، كيف بنقدر إحنا نعرف إنه بشرتنا نظيفة وأمورها تمام وجاهزة حاليا إنها تاخذ إبر النضارة هاي؟ هلأ كلا الحالات لازم أي ذكر أو أنثى نقوم، ما بدنا نقول بشكل دوري، من فترة كل 6 إلى 9 شهور نعمل اللي هو التنظيف العادي اللي إحنا بنروح على أي عيادة بنقولهم بدنا تنظيف اللي هي الحبوب السوداء، الشوائب، الأوساخ، هاي الأمور، بلس إنه نهتم بإنه نغسل وجهنا يوميا فترة الصبح والمساء بمي فاترة، نستخدم واقي الشمس ضروري جدا، واقي الشمس للرجال والنساء قبل أي طلعة، للستات قبل الميك اب. واقي الشمس هو مكون جدا أساسي، هو عبارة عن فعلا واقي، يعني زي ما سمي سان بلوك، يعني هو إت بلوكس الحرارة، أي شوائب ممكن تعرض لها من البيئة وهاي الأشياء. إحنا زي ما قلنا بشرتنا very soft، حساسة، فإحنا إذا ما اهتمينا فيها بالطريقة الملائمة أكيد مش هنقدر، يعني مش هنلحق هذا الموضوع later on، رح يكون عندنا المشكلة أكبر. كبرت أكتر. عرفتي كيف؟ يعني إذا حدا بده يستخدم إبر النضارة وكانت بشرته مش جاهزة، معناها في إجراءات باختصار إبرة فيها؟ نعم، إبرة النضارة إحنا بنعملها على بشرة نقول 75-80% تكون بشرة نظيفة، بشرة ما فيها مشاكل، عشان إحنا يعني بنقدر نستخدم إبرة النضارة، بس إحنا بالنتيجة بدنا نشتغل إشي نلاقي نتيجته طبعاً. صح ولا لا؟ إحنا طبعاً. ما بنقدر نشتغل إبرة نضارة ونعطي منها جلسات متتالية وما نلاقي منها نتيجة، فاهم كيف؟ جميل. فلازم تكون على بشرة نقدر نحكي بين قوسين بشرة نظيفة. نعم يس. طبعاً أكيد جميل. إحنا بنرجع ننوه على موضوع تنظيف البشرة وهالأمور كتير هاي. مهم، غير انه مهم مش بس مقتصر على الستات، لانه احنا يمكن عندنا بالمجتمع اجمالا انه لا خلص هاي امور جمالك سيدتي وهالامور هاي بس بالزبط. للنساء جمالك سيدي، يعني بتصير جمالك سيدي وجمالك سيدتي. يس، جمالك سيدي. حابين منك توجه لنا هيك نصيحه لكل اللي عم بتابعونا بشكل مبسط على الاهتمام بالبشره وكيف احنا دائما نكون محافظين عليها. النصيحه هي نحاول قد ما نقدر وبشكل مبكر، يعني كل ما كنا صغار بالعمر واهتمينا ببشرتنا اكثر، احنا ما بدنا اشياء كلفنا ولا بدنا أشياء صعبة وما بنقدر نوصلها. إحنا بدنا إشي كتير مهم وهو الماء، والماء موجودة بكل مكان سواء نشربها أو نغسل فيها أو ننظف فيها وجهنا. فحاولوا اهتموا بالبشرة على مراحل مبكرة أحسن ما نكبر إحنا ويمشي فينا العمر وتصير عندنا هاي المشاكل المستعصية لدرجة إنه ما نقدر نحلها أو يكون حلها بده طرق، يعني بده مطبات كتير ستيبس كبيرة عشان نقدر إحنا نحل هذا الموضوع. فنهتم ببشرتنا بالأشياء الموجودة ومتوفرة بكل بيت، نرطب بشكل دوري بشكل دوري، نخلي بالسيارة بالبيت بالمكتب بالشغل أي نوع كريم مرطب صغير كان أو كبير، عشان إحنا ما نتعرض فيما بعد later on لمشاكل رح تكلفنا تكلفة مادية بإنه نعالجها ونفسية، ورح نصير نحس بإنه هيك إحنا شوي داون لأنه بشرتنا مزبوط تعبت. عرفتي كيف؟ أعطيك ألف عافية دكتورة. Thank you. الله يعافيكم. شكرا لك، نورتينا. شكرا لك. Thank you. كلك زو. Thank you. Thank you. شكرا. Thank you. ومشاهدينا أكيد مكملين معكم، ورح تكون معنا الإعلامية والكاتبة رولا سماعين بس بعد هذا الفاصل، فخليكم معنا.